تداول رواد منصة تويتر وفيسبوك مقطع فيديو مصور من كاميرا المراقبة يظهر لحظة سرقة سيارة من محل خدمات سيارات في العاصمة السعودية الرياض، إذ حاول اللص استغلال انشغال مالك السيارة كما تشاهدون الشاب الواقف بعيدا عن سيارته، فاقترب السارق من جهة باب السيارة الأمامي للسائق فوجدها مفتوحة، وطبعا هذا أغوى اللص على تنفيذ خطته بسرعة ودون تردد كما نشاهد في مقطع الفيديو، إذ دخل اللص إلى السيارة وحاول الانطلاق بها لكنه فوجئ بسرعة الرد القاسي والصارم الذي واجهه به مالك السيارة الذي ركض نحوه مسرعا شادا إياه من قميصه ليسحبه إلى خارج العجلة أثناء محاولة اللص الرجوع بها إلى الخلف لكن دون جدوى، حتى ارتطم بالجدار وسقط أرضا مغمى عليه فاشلا فيما فعل، متلقيا لعدة ركلات من صاحب السيارة الذي أنقذ سيارته من السرقة بطريقة جنونية بطريقة هوليودية بطريقة الأكشن. لنتابع مقطع الفيديو وكيف وثق ما حدث ما بين السارق وما بين مالك السيارة. المرور العامة في السعودية تقول إن ترك المركبة في وضع التشغيل مع أبوابها المفتوحة كما شاهدنا بعد مغادرتها تعد مخالفة مرورية يحاسب عليها القانون، أما الحرامي فقد نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. أما ردود الأفعال والتعليقات تباينت ما بين مشجع ومعجب بما فعله السائق صاحب المركبة وما بين متعاطف لما حل بالسارق. اخترنا لكم بعضا من ردود الأفعال والتعليقات، نبدأها مع تعليق لناصية العشق تقول في تعليقها: دحين يبيع السيارة ويعالج الحرامي وفي النهاية ما استفادينا شيء من هاي العملية، وش ذا اللي يصير في بلدي؟ وكأن السائق فدائي، المفروض كان يحامي نفسه الروح أعز من السيارة وأي شيء. تعليق آخر من علاء يقول: علاء جنى على نفسه، كان صاحب السيارة جت فيه، صاحب السيارة سحبه سحبة جيدة والحرامي فقد الوعي والله يعلم شو وضعه وإيش صار معه، وأساسا مالك السيارة مخالف سيارته في وضع تشغيل وأبوابها مفتوحة وفي ورشة خدمة سيارات. تعليق من علا تقول علا في تعليقها: همي هذا بطل شاي عمي، هذا بطل شاي الغيرة عراقي، ما عاف إلا سحلة خوش سحلة وجرة من الياخة ووقع برة والنوب السيارة متكسرت من انضربت بالحائط. تعليق آخر من بدر حامد يقول: حميد لا حول ولا قوة إلا بالله، كم حذر الناس والأمن بعدم ترك السيارة في وضع التشغيل، إلى متى تستمر هذه السرقات من الشارع؟ احذروا الحرامية كثار هالأيام، ويا جماعة اتقوا الله فيما تفعلون. أيضا هناك تعليق آخر من حسن: حسبنا الله ونعم الوكيل، السارق هذا وأمثاله كيف يفكر وإيش اللي بعقله ما أعرف، لكن قدر الله وما شاء فعل، أهم شيء سلامة صاحب المركبة. أيضا هناك تعليق من حمدان نوري يقول في تعليقه: حمدان الحرامي كان مش متوقع اللي حيحصل معاه، بحسب المقطع وحسب ما قريت بتويتر أنه مصاب بكسر بالرقبة وهو في العناية المركزة أو في العناية بسبب مفاجأة مالك السيارة بما فعل معه، وأخيرا الحرامي مش وش إجرامه.